استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية سلطان عمان هيثم بن طارق الذي يزور مصر لمدة يومين. جرت مراسم استقبال رسمية للسلطان عمان، حيث تم عزف السلام الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة ستشهد عقد مباحثات قمة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.